نبدأ هذه الجولة بأخبار المناطق مشاهدينا الأعزاء، وبعنوان الإطاحة بأكثر من 1400 متهم في عملية مكافحة المخدرات أو في عمليات مكافحة المخدرات خلال الستة أشهر الماضية، وذلك طبعا تم ذكره في المؤتمر الصحفي الذي كان بالأمس. الدكتور سامي الحمود مدير البرامج الوقائية بمديرية العامة لمكافحة المخدرات معنا عبر هاتف. دكتور سامي حياك الله. دكتور سامي تسمعني؟ يبدو أن الدكتور سامي اتصاله إلى الآن مجهز، على بال ما يجهزوه الشباب. طبعا من العنوان مشاهدينا الأعزاء، دائما وأبدا احنا نشيد بدور رجال وزارة الداخلية بجميع القطاعات بأمانة، اللي دائما تتعاون مع بعضها البعض حتى تشكل قوة ضاربة لمنع العديد والعديد من مثل هذه العمليات المشابهة. يعني لما نتكلم عن 1500 أو 1400 متهم في عمليات مكافحة مخدرات خلال ستة أشهر، هذه تثبت بأن أنهم لديهم قوة رادعة بمشيئة الله عز وجل. رح نرجع للخبر الأول مشاهدينا على بال ما نجهز الدكتور سامي الحمود، ولكن خلينا برضو الآن نسمع العنوان الثاني، وهو أسعار الإيجارات مرشحة للانخفاض أكثر بكثير من الوضع الحالي، وذلك طبعا كان هناك خبر صحفي تحدثت فيه عدد من الجهات وكذلك عدد من الأشخاص. الدكتور أحمد أو الأستاذ أحمد الجبير الخبير الاقتصادي معنا عبر الهاتف. أستاذ أحمد حياك الله. هلا أخوي عزة، يا هلا وسهلا حياك الله. من العنوان استاذ احمد، يعني هل فعلا اسعار الايجارات مرشحه انها تنخفض؟ والله للاسف نسمع بالانخفاض لكن لم ننخفض كما يدعون. يعني الانخفاض الايجارات حتى الان، وبالعكس الايجارات يعني هناك زياده وهناك ركود، يعني ما هو واضح يعني الى الان. والسبب ان وزاره الاسكان لم تحل المشكله، يعني هم مهمتهم هو اسكان المواطن، لكن للاسف الشديد حولوا الاسكان الى قروض والى تمويل الى طيب في برنامج استاذ احمد سموه برنامج ايجار اعتقد كذا اسمه، مختص في هذه العمليه في تقييم اسعار العقارات وايجارها وما الى ذلك، ووضع حدود معينه للايجارات. هل تعتقد انه راح تصب لمصلحه المواطن في النهايه مثل هذه القرارات؟ والله لا أعتقد، يعني إحنا سبق وتحدثنا عندكم في القناة، أتذكر أنه قلنا الأراضي مثلا موجودة ومتوفرة، ويفترض أن وزارة الإسكان تمنح الأراضي وتترك المواطن يا أما يقترض أو يدبر نفسه، يعني هنا يعني أقرب حل يعني. لكن طيب. للأسف الشديد تفضل. للأسف الشديد وشو بس؟ كمل. يعني هناك كلام وتصاريح فقط ولكن لم نرى شيء على الواقع. نريد تفعيل، نريد يعني شيء ملموس. الدعم المالي كبير يعني، ومنحهم أراضي أتصور أكثر من 100 مليون متر، لكن كل الذي نسمعه مجرد تسويف وتأخير، إلى الآن لم نرى أي شيء. طيب أستاذ أحمد يعطيك العافية على هذه المشاركة وعلى هذا التعليق، ويعطيك العافية مرة ثانية. نرجع للدكتور سامي الحمود، والعنوان للتذكير هو الإطاحة بأكثر من 1400 متهم في عمليات مكافحة المخدرات خلال الستة أشهر الماضية. دكتور سامي حياك الله. الله يحييكم. يا هلا وسهلا. يعني من العنوان دكتور سامي، الجهود المباركة هذه والجميلة جدا اللي تقوم فيها جميع قطاعات وزارة الداخلية وكذلك المديرية العامة لمكافحة المخدرات تتجلى أمامنا الآن بالقبض على أكثر من 1400 متهم خلال ستة أشهر. يعني إحنا سمعنا في المؤتمر الصحفي العديد من النقاط الجميلة والأرقام الجميلة، ولكن نبغى نسمع برضو أكثر عن عملية أنه اليقظة الجميلة هذه لرجال الأمن في إحباط هذه العمليات لتهريب المخدرات وترويج المخدرات. لولا قدر الله اليقظة هذه مو موجودة، وش كان صار في شبابنا يا دكتور سامي؟ نعم، أولا أشكركم على الاستضافة أخوي عزام، وأرحب بك وبجميع المشاهدين والمشاهدات. هذا البيان الذي صدر من وزارة الداخلية يعني له عدة قراءات. القراءة الأولى التنويه بما ذكرته من الجهود الجبار التي يبذلها رجال هذه الدولة في صد هذا الاستهداف المتواصل لبلادنا في عقول شبابها ووحدتها عن طريق هذه الآفة التي اليوم العالم كله يشكو منها، آفة المخدرات. هذه الأرقام التي نشرت هي الجهود لأجهزة الدولة، الأجهزة الأمنية، مكافحة المخدرات، حرس الحدود، إخواننا في الجمارك، هذه العمل التكاملي الأمني أسفر عن هذه التغطيات. القراءة الأولى هي الإشادة بما قدمته هذه الأجهزة، ومثل ما تفضلت أخوي عزام الله يعلم سبحانه الحافظ لهذه البلاد، الله يعلم لو لم يكن هناك عيون يقظة على حدودنا وداخل البلد
في التصدي لهذه العصابات، ماذا يحصل للبلد بهذا الاستهداف السافر المتواصل؟ وبفضل الله عز وجل تحقق الأجهزة الأمنية ضربات استباقية وضبطيات نشرت في البيان. القراءة للكميات لا تتغير عن النسب المعتادة، الانفيتامين دائما بال 24 مليون قرص، أكثر من 24 مليون قرص انفيتامين، دائما الانفيتامين والحشيش المخدر يأتيان في مقدمة المضبوطات مع كمية أيضا من الهيروين النقي الذي يخلط ويكون بكميات مضاعفة في سوق الداخل بسبب الغش وما يتعلق في إضافة بعض المواد له، وكميات بسيطة يعني أقل بكثير من الأفيون والشبو وبعض المخدرات غيره المنتشرة في المملكة العربية السعودية. أيضا من القراءات السريعة، ونعرف أن وقتكم ضيق، وجود الأسلحة ووجود المبالغ النقدية التي تتجاوز 30 مليون ريال يثبت أن جريمة المخدرات متعددة في الأبعاد، يدخل فيها جانب الإزهاق الأنفس، يدخل فيها جانب الاعتداء، يدخل فيها جانب غسيل الأموال. أيضا تضمن البيان العمليات الاستباقية، وهذا أمر حقيقة يعني يسجل للجهات الأمنية داخل المملكة وخارجها في التعاون مع عديد من الدول الشقيقة والصديقة في ضبط المخدرات في مهدها قبل أن تصل للبلاد. هناك 14 مليون أمفيتامين كانت نتيجة عمل استخباراتي وتعاوني دولي مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة. هناك مصانع يعني لإنتاج بالذات الأمفيتامين تم ضبطها في عدد من الدول بتعاون مشترك مع تلك الدول مذكورين للجهات في تلك الدول. أيضا هناك شبكات للإنتاج والتهريب تم ضبطها بالعمل التكامل الدولي. جميل. وأيضا من القراءات المهمة في البيان ما أفاد به البيان من إصابة 14 رجل أمن من الرجال الأبطال الذين نفتخر بهم، ممن نصبوا صدورهم ووضعوا أرواحهم على أكفهم في الدفاع عن بلادنا وصد هذا العدوان عن شبابنا وعقول شبابنا. فلهم من التحية الحقيقة، ونسأل الله عز وجل أن يشفيهم ويتغمد بالرحمة ويكتب للشهادة لمن قضى نحبا منهم. هؤلاء الأبطال الذين يقفون للتصدي لعصابات الترويج والاستقبال والتهريب هم في خندق لا يقل أهمية عن أبطالنا الذين يقفون على حدود هذه البلاد. كل هذه الثغور الخارجية والداخلية هي ثغور لهذه البلاد، يقف عليها أبطال، لهم منا التحية والدعاء دائما. أكيد أكيد. شكرا يا دكتور سامي على هذا التعليق وعلى هذا الدعاء الجميل، جهودكم دائما تذكر وتشكر، يعطيك العافية. مشاهدينا، الخبر الثالث والأخير معنا في فقرة أخبار المناطق اليوم هو خبر يجعلنا جميعا فخورين برجال أمن هذا البلد، اللي مهما تكلمت عنه هذا البلد أنا لن أستطيع أن أوفي حقه، وأنا فخور جدا أن أنا أنتمي له وأني أنا واحد من المواطنين اللي أعتبر نفسي وأعد نفسي وبإذن الله أني أكون رجل أمن كذلك، وكلنا رجال أمن لهذا البلد. عنوان هذا الخبر مشاهدينا: يقظة رجال الأمن تحبط عمليات إرهابية قبل وقوعها. ولما نتكلم عن وقوع هذه العمليات الإرهابية، وقبل لا أخذ الدكتور نواف الفغم معي بالاتصال الهاتفي، كلنا سمعنا البيان. أهم ما ذكر في البيان بأنه أثناء مباشرة الجهات الأمنية مهامها بإحدى نقاط التفتيش بمدينة الدمام، تم الاشتباه بمركبة يستقلها شخصان. عند استيقافها رجال الأمن طبعا وجدوا أنه أحد الأشخاص يعني كان في ارتباك شديد، ولكن بعد التقصي أكثر تمكنوا ولله الحمد من إلقاء القبض على هؤلاء الشخصين. الأول هو عبد الله الغنيمي سعودي الجنسية، والثاني هو حسين محمد علي محمد سوري الجنسية. طبعا تم تجنيدهم من عناصر داعش للقيام بعملية انتحارية تستهدف مطعم ومقهى في مدينة تاروت في المنطقة الشرقية. كان الموعد محدد لهذه العملية. الأهم أنه فعلا يقظت رجال الأمن، ورجال الأمن كانوا موجودين على الموعد، وتم إيقاف هذه العملية قبل حتى أن تقترب من موعد تنفيذها. دكتور نواف حياك الله. ألو دكتور نواف، يا هلا وسهلا. هلا وسهلا فيك، حياك الله. حياك الله دكتور نواف، وش تعليقك على هذا العنوان؟ الله يسعدك. والله الحمد لله، نعم الله تترى على هذا الوطن. الحمد لله. الوطن الذي يقيم شرع الله سبحانه وتعالى بهذه القيادة الرشيدة وهذا المجتمع المتآلف، المجتمع اللي من جميع الأطياف متآلف متفق على قيادة رشيدة محبة للوطن. نبارك ونشكر بعد الله سبحانه وتعالى رجال الأمن الأبطال الأفذاذ الذين يذودون عن قيادة هذا الوطن سواء في الجنوب أو في قلب المملكة أو في شمالها. نرفع لهم كف الدعاء لله سبحانه وتعالى أن يحميهم ويحفظهم، ونشكرهم ونبارك
يعني صراحة نشعر بالفخر والاعتزاز عندما يكون هؤلاء الأشاوس على المداخل المدن وعلى طرقات على مفاصل المملكة خارطة المملكة الفسيحة الوسيعة بفضل الله سبحانه وتعالى يدودون ويحمون وشديدي الملاحظة. فمن الله سبحانه وتعالى على قبض هؤلاء المجرمين الذين باعوا ضمائرهم وباعوا دينهم وباعوا وطنهم من أجل إرضاء شرذمة قليلة لا يعرفون من هم ولا يدركون ماذا يصنعون. فالحمد لله نشكر رجال الأمن جميعا وأيضا نبارك هذا الحس الأمني الرائع العالي المستوى من رجال الأمن وإحباط هذه العملية التي كان الهدف الرئيسي منها ليس مكان التجمع المطعم وليس المسجد، ولأن هؤلاء الجماعة انتهكت جميع الحرمات حتى المسجد النبوي الذي يعني يتورع الإنسان أن يقول فيه كلمة سيئة أو يفكر أو يظن ظن سيء، فما بالك بمن أراد أن يفجر ويقتل. هؤلاء يريدون ضرب الوطن في لحمته، ولكن نقول لهم بعد من الجمهور نقول لهم خسئتم دون الوطن أرواحنا وأبنائنا وجنودنا يريدون عن حياضه. الوطن قوي، ونقول بهذه النقلة إذا سمحت لي النقلة النوعية في عملية تجنيد الغير سعوديين في هذا العمل، نقول لهم الوطن احتضنكم واحتضن أبنائكم واحتضن عوائلكم، ونحن لا منة ولا فضل ولله الفضل منا، ولكن محبة وتقدير وأخوة في الوطن وأخوة في العقيدة. ولكن نقول لهم انتبهوا على أولادكم، احرصوا عليهم، اعرفوا مسالكهم ومخارجهم. ونقول لأبنائنا من الجاليات المختلفة، أنتم ضيعتم الطريق كما ضيع بعض الآخرون، بدل ما تروحون تقاتلون عن بلادكم وتذودون عنها، نقول لكم عليكم الحرص على هذا البلد الذي يعني حضنكم وحضن أوائلكم ومدكم بعد الله سبحانه وتعالى بالمال والرخاء والأمن، تعيشون برغد، وهذه القيادة الرشيدة التي فتحت أبوابها وقلوبها لكم. بينما الآخرون نرى آسف للأسف الكلمة، ولكن نقول بينما الآخرون نرى كيف صنعوا بكم، منكم من هجر حتى أكلتهم الحيتان في البحر، ومنكم من لم يجد أبواب الوعود الكاذبة على حدود تلك الدول حتى أصبحوا مشردين لا يعني إلا من رحم ربي وقلوبنا وتعاطفنا معه. دكتور نواف، لما نتكلم عن إفشال العديد من العمليات الخاصة بتنظيم داعش الإرهابي، يعني هذا الإفشال وخضوع داعش الآن، ولما نشوف الآن مرحلة اليأس اللي وصل لها هذا التنظيم الإرهابي الشيطاني، يعني يقظة رجال الأمن موجودة ولله الحمد، ودائما وأبدا الحسرة لداعش. الآن موقف داعش بعد إحباط هذه العمليات اللي دائما وأبدا يقظة رجال الأمن والحمد لله رب العالمين وبعد توفيق رب العالمين موجودة وتحبطها، أنت وش تعليقك على هذه النقطة الآن؟ داعش سم نقول لهم يعني موتوا بغيركم، هذا الذي نقول لهم. المملكة دونها أبنائها لن تستطيع بحول الله وقوته أن تفتوا في عض هذا الوطن. نحن جميعنا أطيافا وشعوبا وقبائل ومناطق، كلنا نلتف حول هذا القيادة الرشيدة، هدفنا هو رضا الله سبحانه وتعالى. لحمتنا لن تستطيعوا أن تفتوا في عضدها ولن تفرقوها، نحن شعب واحد. داعش تحتضر كما احتضرت القاعدة قبلها، وإن شاء الله من فضل الله سبحانه وتعالى رأينا أن أبنائنا الآن يعني وجدوا شح في عملية تجنيد أبنائنا وشبابنا السعوديين. فالحمد لله يعني هذه قد كما يقولون في بعض المصائب نرى الخير، أن هناك الآن وجدنا أن شبابنا بدوا يعوا الدور المضلل المضل لداعش، عادوا إلى رشدهم، عادوا إلى علمائهم، عادوا إلى وطنهم وعرفوا أنهم لا يريدون بهم خير. جميل. ولا لوطنهم خير ولا لدينهم خير. الارتباط الخارجي لتنظيم داعش دكتور نواف، والدلالات الواضحة أنه فيه أذرع استخباراتية لبعض الدول في هذا التنظيم، أنت وش تعليقك على هذه النقطة؟ والله يا أخي وبكل أمانة، والله إن نرى كما نرى الشمس الظهيرة أن هناك استخبارات دولية خلف داعش. داعش هو الابن المدلل للإرهاب، داعش يتواجد حيث يتواجد الاقتصاد في تلك الدول، نجد في سوريا في أماكن البترول، وجدنا في العراق كذلك، ووجدنا أيضا في ليبيا الآن أنزل، ووجدنا أيضا في بعض الدول الأفريقية. يعني داعش سبحان الله، داعش يمشي على الأرض ولا تستطيع أكثر من 1300 طلعة
لتلك القوات ان ترى داعش ولا تعرف تحركاته، بينما تستطيع انت الان حتى من بيتك الان من جوجل تستطيع ان تحدد اي منطقه تريدها، فما بالك في مجموعه اشخاص يتحركون عددهم 1000 2000 20 يا اخي. من هجر من العراق اكثر من 6 مليون، استطعت ان تهجر 6 مليون من العراق وتهجر كذلك 3 مليون من سوريا، واستطعت ولا تستطيع على يعني على مجموعات قد تعد على يد الواحده. اذا نعم هناك استخبارات عالميه دوليه خلف داعش بدعم داعش، ولكن الحمد لله يعني الان راينا شباب الان يعوا هذا الدور المنافقين، بداوا الان يعودون لرشدهم، عرفوا الى دورتهم، عرفوا يعني ان هذه الهدف الاسلام، الهدف هي هذه الدوله التي هي قبله المسلمين، لذلك قادتنا وولاه امرنا وامننا ورجالنا ونسائنا الحمد لله الان الجميع متفق، الجميع متفق بفضل الله سبحانه وتعالى على حرب هذه الشرذمه والحفاظ على ديننا ووطننا ولحمه هذا الوطن. رئيس اللجنة الأمنية في مجلس الشورى الدكتور نواف الفغم، شكرا جزيلا ويعطيك العافية على المشاركة معنا اليوم. طبعا مشاهدينا فعلا ما أحد يعرف لولا قدر الله صار بعض من هذه العمليات الإرهابية، ولولا الله ثم يقظة رجال الأمن يعني كان في حجم كبير وكارثي لمثل هذه العمليات. أنا أوجه تحية وتحية شكر وتقدير لوزير الداخلية ولكل رجال وزارة الداخلية ولكل رجال أمن هذا البلد الغالي. انتهت فقرة أخبار المناطق مشاهدينا.